سؤال؟ ليش انت من امتى بتاخذي اذن؟ هلا اذا ما بدك تجاوب لا تجاوب. لا تفضلي تفضلي. يعني انا بصراحه حاسه انه في مشكله بينك وبين الاهل. ايه مزبوط، يعني حاسس انه اخواتي ما طلعوا مثل ما بدي، وبصراحه ما بيسمعوا كلمتي. حاسس انه اخواتي مو هن اخواتي والبيت ما عاد بيتي. ليش مين في عندك غير سامي؟ اوه في حسن هداك تارك البيت من زمان، وفي رشيد الصغير هلا بالجامعه. معناتها مانن صغار؟ لا مو صغار. اوف لكن شو بدك منه؟ ولا شيء ولا شيء، بس انا اشتغلت من لما كان عمري 18 سنه وحملت همهم على كتافي، فبعتبر انه بحق لي. ما عم بقبل انهم يتصرفوا مو مثل ما بدي. طب انت ليش تحملت مسؤوليته؟ ابي مرض وانا اكبر واحد. ايه بس انت كملت دراستك. كملت دراستي، بس كنت بدي اسافر ادرس فيزياء برا وما عاد قدرت. يعني انت ضحيت من شانه؟ ايه، وانا هلا متضايق من اخواتي لانه ما طلعوا مثل ما بدي، وعم بعتبر انه هن ما فيهم خير. هن عم يغلطوا بحياتهم، وانا عم بعتبر انه هن عم يغلطوا معي. ما بعرف، جوز ما عم يغلطوا بحياتهم، مين بيعرف الصح من الخطا، بس انا ما عم بقدر اقبل بالشي اللي عم يصير. انا اسف، صار لازم امشي. ايه وانا كمان عندي شغل. على فكره انا حكيت مع ام لايمان وهن بدهم يوكلوا محامي. لهلا لسه ما وكلوا محامي؟ لا يعني المساكين حالتهم على قدها. طيب 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 طيب، معناتها انا لازم استلم القضيه، ممكن تعرفيني عليهم؟ ايه بحاول، هن عارفانين انه انا كثير مهتمه بالقضيه. قولي لهم انا بعرف محامي صديقي ما بده اتعب. بدك تشتغل ببلاش؟ اذا اضطريت. ايه انت هون وانا عم دور عليك. قدمتي لي اعتذار عن المادة؟ قلت لك ايه. قلتي لا؟ ايه كنت زعلانة ولساتني زعلانة. طيب وليش اجيتي؟ مكبرت عقلي. على فكرة عمر عرف. وشو قال؟ ما قال شيء، بس لما رجعت ما حكى معي، وبالبيت الوضع مكهرب، حتى سلمى زعلانة مني. مين هاي سلمى؟ خطيبة سامي. امتى خطب؟ قبل ما سافر. ليش ما قلت لي؟ طيب هي عم قلك. بدك احكي انا مع عمر؟ شو بدك تقلي له؟ بدي اقول له انك بتحبه وبتحترمه كثير، بس مو اكثر ما بتحب المصاري. جذبة انت؟ والله العظيم انك جذبة. انا يمكن اكون جذبة، بس انا ما بضحي بامي يلي ما تجوزت بعد ما طلقها ابي مشان تربيني انا واخي. لك لو انا بدي ضحي باخي عمر كنت من اول يوم قال لي في حسن تعال اشتغل عندي تركت البيت ورحت سكنت عنده. لا وليش ما عملت؟ مشان ما زعله. ليش هلا قبلت تزعله؟ لانه ما معه حق. ما معه حق يخاف عليك؟ مو انت اللي قلت لي انه حسن جمع كل ثروته بشكل غير قانوني؟ مزبوط، بس هلا ما عاد اشتغل غير بالسياحه، وشو فيها السياحه شيء غير قانوني؟ ممكن تقولي لي؟ بلدنا فيها امكانيات سياحيه قد اليونان ومصر. المستقبل مو لمحاسب بيشتغل عند بياعين البزورية، المستقبل للسياحة، وأنا صحت لي فرصة شغل، وعمر ما معه حق، فهمتي؟ ليش عم تخنقني؟ لأنك ما بتفهمي غير هيك. لا، لأنك خجلان، مو عرفان شو بدك تعمل. خليني أحكي مع عمر. بقول له إنك بتحبه وخجلان منه. وإنه الموضوع مو موضوع مصاري، وإذا هو ضحى بحياته من شانكون فهذا ما بيعني إنك تطيعه غصب عنك، وإنك صرت شاب وبحق لك إنه يكون إلك رأيك. شو كيف كان الشغل اليوم؟
منيح منيح ماشي الحال. ما تلبكت؟ لا 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 اجي بكره لعبك دق طاوله بالمحل. تخيل هيك قاعده على باب الدكانه وعم لعبك بالطاوله وعم بغلبك كمان. هذا ناقصني. صباح على خير. انت بخير حبيبتي. بخير عمو. عاجبك الوضع؟ لا والله. يعني انا ما عم افهم، لا حدا جبره ولا حدا ضربه على ايده، شو عم يتسلى بالبنت؟ لا اعوذ بالله سامي، مو هيك ابدا. لكن شو هاد اللي عم بيعملوا؟ والله ما بعرف، احكي مع عمر خليه يشوف شبه. هلا رح يرد على عمر هو؟ يعني اثنين شباب بلكي بيفهموا على بعض. بعدين هلا اذا الولد ما بده اياها شو بنغصبه يتجوزها؟ حضرتك حسين الحلبي؟ نعم. تفضل معنا. تفضل معنا. طيب ممكن بس احكي تليفون؟ لا مو ممكن. تفضل معنا. امشي. مرحبا، حسن موجود؟ ما قال لوين راح؟ حكيت معه على الموبايل ما رد علي. طيب ماشي، يسلم. المعلم هون؟ منو مبين؟ شو يعني منو مبين؟ يعني طلع الصبح من البيت على اساس جاي لهون وبعده لهلا ما وصل. وما اتصل؟ لا. العمى. منو تعال؟ شو بدك تعمل؟ عم بتصل برشيد. طيب شو بدك تقول له؟ بسأله بلكي بيعرف وين. هو بالعادة بيقول لي لقلي أنا. أيوة. ليكون عمل حادث. بلكي عم نعمل الحبة قبي. راح أحكي مع رشيد. الو اهلين سعاد، انا بالقاعه عم نستنى المحاضره لهيك ما جاوبت لحتى طلعت لهلا وما اتصل. طيب ابراهيم ما بيعرف؟ لا لا انا ما قال لي شيء ابدا. طيب شو بدك تعملي؟ لا لا انا ما بعرف شو بدي اعمل.
على كل ما بدنا نكبر الموضوع احنا. هلا بشوف شو بيصير معي وبخبرك. يلا باي. ما مين عم تحكي؟ اتصلت سعاد، الحسن لهلا ما اجى على المكتب وموبايله ما عم بيجاوب، وهذا الطباخ اللي عنده قال انه طلع من الصبح مثل العاده. ايه بعد الدنيا الظهر. مرحبا سلمى. سامي بالبيت؟ طيب ما قالك لوين رايح؟ لا لا ما بدي شيء. طيب بس اذا اجى او اتصل قولي له بدي اياه ضروري. يلا باي. الله معك. مين ده؟ رشيد بده سامي ضروري. ضروري؟ هيك قال. غريب. خدي حبيبتي دقي على هذا الرقم. هاد؟ خالي شو شو هاي؟ 7 ولا 8؟ لفوق 7 ولا تحت 8. بيطلع لي سامي؟ لا بس مين ما طلع لك قولي لهم بدي سامي. ايه الو مرحبا. بالله سامي الحلبي موجود؟ الو سلمى. الو مرحبا سامي. انا سلمى ما عرفتني؟ انا عرفتك بسرعه. رشيد اتصل وقال بده اياك ضروري. رح اعيد السؤال لاخر مره. يا اخ يا معلم يا سيد حسن، شو بتعرف عن توم جونسون؟ انا ما بعرف شيء غير انه اجى على البلد كذا مره وكان يتصل بالمكتب مشان نحجز له بالاوتيل. اكثر من هيك ما بعرف. ومع مين كان يتصل؟ انا ما حكيت معه ولا مره، اصلا ما بيهمني احكي مع العالم اللي جايين على البلد عن طريق مكتبنا. ذكرني لما اطلع من هون اعطيك كرتي، بلكي يعني خطر على بالك. خلاص ولا بعمل لها خصم لك بالمدام. امتى اجى على البلد اخر مره؟ ما بذكر بالضبط. بنصحك تتذكر. ليش ما بتسألوا اللي عطوا تأشيرة دخول؟ ايه اسبوعين ثلاثة أربعة هيك شيء. شفت هيك ما أحلاك. وشو بتعرف عنه؟ ما بعرف عنه شيء غير إنه كان يحجز عن طريق المكتب. أنا مو مهمتي أسأل الناس اللي جايين على سوريا شو جايين يعملوا بالبلد، هي مهمتكم أنتو. طبعا لأنه أنت أمن البلد ما بيهمك. أمن البلد تركته لكم. أنا مهمتي يحجز غرف الأوتيلات وبطاقات طيارة وبس. وبس؟ وبس. في عنا معلومات تانية. شو هي؟ حابب اسمعها منك. ما بدك تحكي. قلت لك انه انا شغلتي. شغلتك وفهمناها. على كل رح يكون عندك وقت كتير لانك تفكر وتتذكر. ايوه أهلين سامي. لا كنت ماشي بعد شوي. ايه تعال أهلا وسهلا. خير في شي؟ صاير شي؟ طيب لا تطول. الله معك. الله معك مع السلامة. سامي بلا ما اطلع. ليش من شو خايف؟ هلا بيقول لي ما قلت لك حسن الا ما يتورط. نحن بعدنا ما بنعرف شو صاير. معلش خلص اطلع انت وانا رح اسبك على مكتب حسن. ماشي يلا باي. شو صار؟ حسن اليوم من الصبح ما بين ماله بالعاده. ما اتصل؟ اتصلوا بالبيت قالوا طلع من البيت بس لهلا ما وصل على الشغل وموبايله ما عم يرد. هلا في حدا بمكتبه بيكون؟ رشيد راح على المكتب والسكرتيره بتصور لساتها بالمكتب. وامتى اخر مره حكيت معه؟ رشيد حكى معه من شي ربع ساعه مو اكثر. شو بدنا نعمل؟ انا برايك لازم اعمل شيء؟ انا عم بسال بس. انا اللي عم اسال. رح تقعد تتفرج؟ بصراحة ايه انا حابب اقعد واتفرج. ليش انا اصلا دخلني؟ ما حدا دخله. ما بيهمني حدا بس انا اكيد ما دخلني. انا ما دخلني.
رشيد وصل لهون وما قبل يطلع. لك هلا شو بده يطلع؟ مشان ما قال له شفت شو عم يصير؟ ليش بتعرف شو عم بيصير؟ لا ما بعرف شو عم يصير، بس اللي بعرفه انه حسن اخوك ما في ما يخالف القانون. هالمرة شغلته قانونية، سمعت انه جماعة السياحة مو عاجبهم. يبدو صار عم يزاحمهم. هددوه شي؟ ما سمعت. بتعرف انا ما بشوفه كثير. آخ. سلام. لوين رايح؟ بدي روح لعنده على المكتب. وشو بدك تعمل هنيك؟ شو بعرفني؟ امشي. مو قلت بدك تعمل شي؟ ما بدي اعمل شي مو معناتها ما رح اعمل شي، لانه اذا لا سمح الله صار له شي اخوك بحطوا الحق علي انا. هو اخوك الك كمان. قله له هذا الحكي. مرحبا. شو ما اتصل؟ لا. اخي عمر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تشرفنا. طيب وين سالتوا عنه؟ ما سالنا، حبينا نسالكم بالاول. والله انا كنت مفكر اتصل بابو علي. عفوا، مين ابو علي؟ كنا عم نشتغل مع بعض بالاول، وبعدين لما انترك حسن انا تركت معه، بس هن تزعلوا ما عادوا حكوا معنا. طيب يعني معقول حسن ما يكون بيعرف حدا او ما له اصدقاء؟ في له، بس انا ما بعرفه كثير، من زباين المحل القديم، بيسهر معهم دائما. دائما يعني كل يوم تقريبا. طيب معلومك هو كان ناوي يسافر لشي محل مثلا او؟ لا، كان قال لي انه ما حيجي على المكتب. وقديه بده يغيب؟ عاده هو باي مطعم بتعشى؟ كانوا يطلعوا على بلودان، بعدين فتح مطعم جديد على طريق المطار، صاروا يطلعوا يتعشوا فيه. معناتها هلا انا وسامي بنروح لهنيك. انا تاخر الوقت ولازم اروح على البيت. لحظه، اذا بتريدي يا ريت تتصلي بيت حسن تساليهم اذا السياره لساعتها بمحلها ولا لا. ما احسن اتصل حضرتك؟ انا ما بيعرفوني. طيب انا شو اعمل؟ انت خليك انت وابراهيم هون بالمكتب. ماشي. لو سمحتي قولي له رشيد بالمكتب اذا صار معه شيء اتصل فيه. الو، مرحبا، انا سعاد. دخيل عينك شفت سياره الاستاذ وقفت تحت؟ بعدها وقفه بمحلها. طيب ماشي. طيب اذا صار شيء احكي مع رشيد على المكتب. ماشي، اوكي، باي. معناته كانوا منتظرينه جنب البيت. مين؟ الله اعلم. طريقكم من باب توما؟ ايه، تفضلي تفضلي. برجع بتصل فيكم. ماشي. سلام. مع السلامة. سلام. مع السلامة. مساء الخير هيفا، كيفك؟ ما صار معنا شيء. ايه انا بالمكتب. ما بدي شيء. لا ما اكلت. خلص هلا بروح باكل سندويشه. خلص بخبرك انا. ماشي، يلا تصبح على خير، باي. هذا هو المطعم، عزمني انا ورشيد عليه، قعدنا هنيك. يعطيك العافيه معلم. اهلا وسهلا، تفضل. حسن الحلبي بتعرفه شو؟ طبعا، ولو انا اخوه قال لي مشان انتظره هون. السيد حسن بيقعد عندك الطاولة، صاروا جماعه واصلين، تفضلوا. شكرا. مرحبا شباب، انا سامي الحلبي. اهلين سيد سامي، تفضل. شو وينه حسن؟ انا جاي اسال عنه، اتفقنا نلتقي هون وتاخر، فقلت بركي بيكون تارك لي شي خبر. لا، هلا اتصل فيه اليوم يا شباب. شو اتصل فيه؟ بيعرف ويننا، بس تاخر اليوم. هلا بيجي، لوين بده يروح؟ طيب ماشي الحال، لكان بنتظره. تفضل استاذ سامي، ونسنا. شكرا، انا مو لحالي. ما بيعرفوا شي. طيب اقعد شوي. شو عرفك انه في حدا مو عاجبه؟ هو حكى لي قال لي في جماعه عرضوا على سعاد 20,000 ليره راتب بالشهر مشان تعطيهم معلومات عني. معلومات شو؟ يعني عن عدد الزباين، من اني بلاد. وبركي حدا بعتهم مثلا من الماليه؟ لا بالعكس، الحكومه بتعرف كل شيء. بعدين هو عم يشتغل على الرسمه، يعني ما له مصلحه يخبي شيء، بس الظاهر هدول من شركات تانية. مشان هيك هو اصر انه رشيد يكون معه، لانه بده حدا يثق فيه. ماشي الحال. اصلا هذا اخوك ما بيعرف يعيش من غير مشاكل. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا ننتظر. لامتى؟ لبكره الصبح. ليش لبكره الصبح؟ لانه لو صاير له شيء او بالمستشفى او عامل حادث لا سمح الله كانوا بيخبرونا. واذا صاير له شيء ثاني؟ خلص انا بلاقي بكره طريقه وبتصل بصلاح. كرمال عيون حبيب قلبك. ارتحت هيك؟ طيب هلا ممكن نتعشى؟ لو سمحت.
مر استاذ. يعطيك العافيه. لو سمحت بدنا اول شيء نزلنا قنينه مي دخيلينا. ما بعرف خيو. جيب لنا شويه سلطات ولحمه تكون ظريفه على كيفك. شكرا استاذ. تسلم. بالمناسبه انا كنت ضد انه رشيد يشتغل مع حسن. بس طبعا ما ردوا علي. ماشي الحال. لانه انا اذا بدي اختار بينك وبين حسن ما حاختار حسن اكيد. حسب الظرف. انو ظرف؟ بجوز يجي ظرف وتختار حسن. لا ما بتصور. ورشيد ما اختار حسن. رشيد بده مصاري وانت بتعرف، وصحت له فرصه، وشاف انه مو من حقك تحرمه منا. فعلا مو من حقي احرمه منا، وانا بدي اياه يكبر ويستقل وما اعود حامل همه، مو بس همه المادي والهموم الثانيه كمان. مثل شو؟ مثل وينه اخوك حسن اليوم؟ لوين؟ بدي اتصل على البيت اليوم، بدنا نتاخر شوي. لا تقول له عم تعشى تزعل سلمى. لكن شو؟ قل له عندك شغل. طيب وانت؟ انا مثل العاده عندي تصوير بدي اتاخر. مثل العاده. عمر عمر لك ليش ما بتتصل بصلاح؟ لانه صلاح ما رح يتصل مع حدا اليوم بالليل مشان خاطري. ليش انتم مو اصدقاء؟ نحن اصدقاء بس مو اخوه. هي غلط. شكرا. ما في داعي ذكرك، تنسى اللي صار وما تجيب سيره لحدا. سرك كبير. عظيم. اخ حسن، نحن ما عندنا شيء ضدك، بس الحقيقه اجتنا اشاره وكان لازم نتخذ الاجراءات اللازمه. طيب ممكن اعرف هي الاشاره من مين؟ اكيد لا. عموما هي من مجهول. مجهول. طيب فيك تقلي من هذا المجهول مشان انا فبرك له وحده من المجهول. بتقدر تمشي، الله معك. هذا كرتي مشان اذا بدك تروح رحله اعمل لها خصم خصوصي، خاصه على هالمعامله اللي عملتوني اياها. انه رحله؟ اذا الراتب ما عم يكفي لعشرة الشهر. انت بتصل وبنحكي. بسيطه بسيطه، كلها يومين وما بضل فيك شيء. كسبنا معرفتك. أهلين وسهلين، فرصة سعيدة. خاطرك. الله معك. سامي سامي صباح الخير. صباح الخير سامي. يلا حبيبي يلا قوم. أنا بكير سامي. يلا يلا حبيبي مو بكير. يلا يلا حبيبي يلا قوم. يا اخي اذا فقت هلا ولا فقت بعد ساعتين شو بتفرق معك؟ قوم روح مع رشيد على المكتب، اذا صار شيء رح يخبروه لهنيك. وانت؟ انا بدي روح على المكتب، صلاح ما بيلتقى للعشرة 10 ونص. طيب يا اخي ليش فيتني؟ خلي رشيد يروح لحاله. قوم خلصني، يلا قوم بقى، قوم بلا بايعه، يلا. يلا رشيد يلا. بسرعة شوي.
جامعة عندي مادة. سامي نعم امتى بدكم تنقلوا هدول الاغراض؟ هيك معقول يضلوا مكومين بالمدخل؟ يلا من بين يومين بين يومين. تعال قلنا شو مشان كاتب الكتاب كمان؟ يعني سلمى قاعدة ببيت كله شباب، ما بصير امي الناس بيحكوا عليها. يا امي يعني ناس؟ ابي كل البلد ما حدا بيعرفها، تقولي لي ناس بيحكوا عليها وشو بعرفني. يلا انا ماشي على المكتب، إذا صار معكم شيء خبروني. خاطركم ماشي. صب لك قهوة؟ لا ما بدي، بس اشرب مي. شو رح نعمل؟ أنت ليه بعدك قاعد هون؟ قوم روح شوف شو صار ببطاقات الطيارة. هلا بتصل فيهم. روح لهونيك أحسن، خليهم يشوفوك. وليش ليشوفوني؟ أحسن، مشان إذا في ناس بتضروا لحسن لازم يحسوا إن الشغل ماشي تمام. مو لازم نعرف شو صار بالأول؟ نحن لازم نشتغل كأنه ما صار شي بالمرة. قوم يلا قوم. طيب مو لازم نخبر الشرطة؟ نحن مدنا أهل وهن بيقرروا هالشي. طيب ليش ما خبروا؟ صباح الخير يا جماعة. أهلين رشيد، صباح النور. عم بقول مو صار لازم نخبر الشرطة؟ عمر رح يتصل مع واحد رفيقه. شو بيشتغل؟ وزير. وليش ما اتصلتوا فيه من امبارح؟ شو بيعرفني؟ شربتوا قهوة؟ شربت وبشرب كمان. يا جماعة أنا ما عاد أقدر، إذا ما رجع بعد نص ساعة رح خبر الشرطة. عمر قال ما بيعملوا مذكرة بحث غير بعد ما يختفي بثلاث أيام. إيه بيكون مثل ما بيقول المثل، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، من غير شر. صار شيء؟ لا. خدك وتمك ما بنعرف شو تحت ثيابك كمان. عيني لا ما حدا ضربني. امبارح الصبح فقت نزلت من تختي رحت على الحمام قام طرقت بالباب يظهر انتقل العيار شوي. وامبارح؟ شو امبارح؟ وين كنت امبارح؟ امبارح كنت هون. حسن لا تجذبها، امبارح ما جيت على الشغل. لا تصوروا غبت عن الوعي من امبارح الصبح وما انتبهت. وشفت الدكتور؟ ما في داعي، أنا منيح. حاجة تحكوا معي لأنه الحكي بوجع. القهوة جاهزة. حمد لله سلامتك. لازم نخبر عمر قبل ما تتحرك القطاعات العسكرية تدور عليك. ليش عمر شو دخله؟ خلاص. لازم تروح على الدكتور على فكرة. لا ما في داعي. هذا الباب اللي طرقت فيه بيعرف شغله منيح. قال لي ما تخاف اطمن. عيارك أسبوع ما بضل ولا علامة. الو اهلين سامي شو؟ ايه الحمد لله على السلامة كيفه؟ ما بدك تحكي؟ اكل قتل ما هيك؟ انا عرفت انه هنيك
ايه ايه معناتها لازم اشوف دكتور. انت اتصل فيه واقنعه اشوف دكتور. لا تاخر على البيت. الله معك، مع السلامه. الو علين وفاء. طيب وين بدنا نلتقي؟ ليش ما بدك تاخذ مصاري؟ انت بتشوفي معقول اخذ؟ هلا انت ما بيهمك انه يوكلوك انت؟ طبعا. ليه خلص لا تحكي بالمصاري؟ طيب واذا سالتني؟ بهيك حال الناس بتقول ان شاء الله ما بنختلف. ان شاء الله ما الأستاذ عمر المحامي اللي حكيت لك عنه. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم، تفضل. بتصدق يا أستاذ؟ من يوم الحادث ما عاد إجاني نوم. كل ما حط راسي على المخدة بتخيل كيف ماتت، قول لحالي كان لازم ما اتركها تعيش معه. كنت يوم شوف عينها ورمانه، يوم شوف ايدها مربوطه، يوم تقوم حاطه ايدها على معدتها، كانت عم بتدوب قدامي يوم ورا يوم، وانا مالي قدراني اعمل شيء. قول لحالي بكره بتنصلح احواله، بكره بيهدوا، بكره بيتحسنوا. ما كنت عارفه اني رح يصير اللي صار. بدي اياه ياخذ جزاء، انا مو احسن منه، انا كمان اذنبت بحقه، بس انا حسابي يوم لقيامي هداك الحساب العادل. ست ام ايمان، انا بصراحه انا ام خليل. عفوا ست ام خليل، انا بصراحه بدي دافع عن ايمان مشان مثل ما حضرتك ذكرتي المذنب ينال عقابه. وهيك بتكون بنتها تيتمت من الجهتين، بس شو بدها بابوها اذا كان قتل امها؟ طيب بنتها وينها هلا؟ عن ستة هديك ما قبلت تعطيني اياها، قلت لها انا خسرت بنتي، اعطيني بنتها خليها تونسني وتنسيني. بتعرف شو قالت لي؟ قالت لي لو كانت بنتك مرباية ما كان صار اللي صار. ما بدي بنت ابني تطلع مثل امها. ما بعرف، بجوز معها حق وانا ما بعرف ربي. ليش ما طلقها؟ وكان أحسن. طولي بالك ام خليل، مشان المصاري ما يكون لك فكرة، أنا هذا البيت ببيعه إذا احتاج الأمر. لا معلش معلش ست ام خليل، ما في داعي تبيعي أي شيء. طب بعدين وين بدك تسكني إذا بعتي؟ عند كنايني، كل فترة بقعد عند وحدة منه. ما في داعي، ما في داعي ست ام خليل، أصلاً المبلغ كلياته ماله محرز، يعني أنا ما بدي غير تكاليف الدعوة، إذا حتى مو متوفرين كمان ما في مشكلة. ست ام خليل، انا ايمان مرقت لعندي تقريبا من شهرين على المكتب وطلبت مني ارفع دعوى تفريق، وانا اللي قلت لها انه نحن مو مصلحتنا نرفع دعوى، بنعرف سلفا انه هي خاسره وانه ما عندنا اي دليل على انه زوجها بيضربها، وانا قلت لها انه شو لازم تعمل مشان باذن الله نربح الدعوى.
بس لك هل اجى لعندك؟ وليش ما طلقتها منه؟ لأنه راحت وما عادت رجعت. مشان هيك أنا بعتبر ست أم خليل إنه هي وكلتني إلي، وأنا من واجبي إنه دافع عنها. وأنا أكثر شيء فيني أعمله إنه أنا أبذل جهدي مشان جوزها ينال عقابه. ولذلك أنا ما بدي أتعابي، لأنه الموضوع بالنسبة إلي ما له موضوع مصاري. بلكي قال لي شفت انا ما قلت لك. ليش بتعرفوا شو صار مع حسن؟ مو مهم، بس رجع مخبط. كان بتروح بتقول له لعمر انه هو معه حق وانت غلطان. انا ماني غلطان. لك روح قل له اي شيء، بس روح. انت ليش بدك يعني صالحه؟ شو دخلك؟ لانه شايفتك كيف مو على بعضك، وما رح ترتاح غير يا بتتصالحوا يا بتتقاتلوا على الاخير. مشان الله روح. هلا بيكون العدد صار على المكتب، يعني لازم نروح نطمن على الشغل. يعني سارة يا استاذ رشيد عم يستناك. ما رح أصوت، بيبقى عندي مادة واحدة ما قدمتها لأنه كنت مسافر. هيفا قدمت الاعتذار عنها. ماشي الحال. هلا انا بصير كون موافق معك، صح ولا لا؟ بصير، ومو بالضروره اعمل الشيء اللي انت بتشوفه مناسب، صح ولا لا؟ صح. يعني بصير يكون لي انا رايي المستقل. انت بتعرف انه بصير، فلا شو كل هالاسئله؟ لانك زعلان وما بصير تزعل. انا ماني زعلان منك لانك اختلفت معي. انتبه، انا زعلان منك لانك كذبت وحطيتني وحطيت امك بموقف حرج. انت ما تركت لي فرصه. دائما في فرصه لحتى الواحد ما يكذب. رشيد انت صرت شاب وانا ما فيني احبسك. اكيد ما راح احبسك، بس لو اجيت لعندي وما كذبت وما تصرفت من ورا ظهري واجيت وحكيت وجهه نظرك وتناقشنا وتخانقنا، كان موقفك بيكون في رجوله وشجاعه اكثر. كيفو حسن؟ بتعرف هو بكابر؟ بعرف. أول ما اتصلت فيني سعاد
فكرت اني اجي واقول لك، بس طبعا رحت لعند سامي مشان هو يخبرك. كمان بعرف. بدك يعني اتركه لحسن؟ لا. بتعرف شو صار معه؟ ما بدها شطارة. ايه بس هو ما حكى بدون ما يحكي. رشيد انتبه على حالك منيح، ما تغامر. لا تخاف، أنا مالي حسن. كل شيء.